لما تقعد لوحدك كده وبتتأمل انت عملت ايه؟ دي كائنات طائرة بتحلق وترى الدنيا ثم تقدمها لنا، امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، مفيش مانع. ليه الام؟ لان الام حكايه كبيره. ربنا سبحانه وتعالى لما بيشاور على حاجه كويسه ويروح باعتها لك. انا بحب الناس وبحب اتواصل معاهم. فنون جنون بقى. وانت مجنونه، الناس بتقول عليك مجنونه. الخلاف الراي يفسد في الود قضيه. المعادي كله بيجي صور عندي. زر حب الفخار زي ما حضرتك شايف قمة سعادتك لما بتطلع منها شكل. رحت جايبة الشاطئ الخضار بقالك 10 سنين هنا. عايز اقول للبشر كلها، كل بني ادم جواه موهبة. النهارده هنغني مش هنتكلم كتير. حبيبي وحشني وروحي فيك، ساعات بشتاق ليوم عشت وانا صغير. السلام عليك ايها الاله الاعظم، اله الحق. لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحليا بالحق. طلع المكان بتاع أخواننا الأعزاء الصوفية العشاق، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار، من الجمعة إلى الأحد 8 مساء على النهار.